طقس اليوم حار رطب نهارا وامطار رعديه بحلايب وشلاتين، العظمى بالقاهره 36 درجه. تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، وتشهد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحراره ورطب ليلا على اغلب الانحاء. خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة. معانا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. جو حر بقاله يومين ومكملين موجة الحرارة الأيام اللي جاية، أخبار الجو النهاردة إيه؟ يعني لو اتكلمنا عن الطقس اليوم تحديدا يمكن مشابه بشكل كبير لطقس الامس، يمكن درجات الحراره اليوم على القاهره بتسجل 36 درجه مئويه، لكن ارتفاع كبير جدا في نسب الرطوبه بتشهده اغلب مناطق الجمهوريه بيزود احساسنا بشكل ملحوظ بدرجات الحراره وبارتفاعها. يعني ال 36 درجه اللي هيتم تسجيلها اليوم هنشعر بيها على القاهره وكانها 39 درجه مئويه، يعني احساسنا بيها بالفعل هيكون احساس عالي. ايضا محافظات جنوب الصعيد اللي دايما بتسجل اعلى درجات حراره على مستوى الجمهوريه ممكن توصل عليها العظمى ل 43 و44 درجه مئويه. زي ما قلنا العامل الاساسي خلال الفتره دي مش درجات الحراره بس، لكن بيكون نسب الرطوبه العاليه بشكل صحيح. كبير جدا كلنا ملاحظينها، كمان بيساعد على احساسنا اكتر بارتفاع نسب الرطوبه وارتفاع درجات الحراره هو هدوء سرعات الرياح بشكل كبير جدا. كلنا ملاحظين ان في سرعات الرياح هادية جدا، وده بيخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحرارة سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار. اجواء شديدة الحرارة الى حارة خلال ساعات النهار على اغلب الانحاء، مائلة للحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل. بكرة ان شاء الله متوقع انها توصل ل 35 درجة، لكن على نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم ممكن توصل ل 34 درجة مئوية. يعني نقدر نقول على نهاية الأسبوع هتكون حول المعدلات الطبيعية، لكن اليوم تحديدا ممكن يتم تصنيفها أنها أعلى من المعدل بحوالي درجة لدرجتين تقريبا. ويعني بمرور الأيام على آخر الأسبوع ممكن يحصل انخفاض طفيف شوية في درجات الحرارة، لكن برضه في نفس المعدلات يعني. بالظبط، بمعدل درجة لدرجتين مش فرق كبير، ممكن كمان ما نحسش بيه بسبب نسب الرطوبة العالية، يعني نسب الرطوبة العالية مكملة معانا. احنا الرطوبة عايز اقول لحضرتك بتوصل بالليل على القاهرة لأكثر من 85% وأكثر من 95% على السواحل. ده اللي بيخلينا نشعر بالحرارة أو بارتفاع الحرارة أكثر، وده اللي خلينا أسأل حضرتك عن نسب الرطوبة كمان بالنسبة لمدن الساحلية. المدن الساحلية طبعا أعلى نسب رطوبة بسبب الكتل الهوائية اللي بتكون حارة بتعدي على البحر المتوسط، يعتبر أكبر مسطح مائي مصر بتطل عليه، وبالتالي بتتشبع تماما ببخار المية. يعني نقدر نقول إن الهواء دلوقتي متشبع تماما ببخار المية، وده السبب في إحساسنا بخنقة الجو شوية. مفيش أي نشاط رياح، مفيش أي نسمات هواء، كل ده اللي بيخلينا نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. كمان بيكون هو من ضمن الاسباب في وجود الشبوره المائيه، يعني ارتفاع نسب الرطوبه خلال ساعات الليل بالشكل الكبير ده هو السبب في تشكل الشبوره المائيه اللي كلنا بنلاحظها خلال ساعات الصباح الباكر. بتكون موجوده على مناطق من شمال الجمهوريه زي السواحل الشماليه، الوجه البحري، حتى القاهره الكبرى ومدن القناه، لكن الحمد لله حتى الان هي شبوره مائيه مش كثيفه، شبوره مائيه معتاده، وكمان عدد ساعات تكونها بتكون قليلة، يعني من الساعة 4 الفجر تقريبا للساعة 8 صباحا بتتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس. وزي ما قلنا سرعات الرياح الهادية ده بيكون من أهم الأسباب اللي بتساعد على إحساسنا أكثر بارتفاع درجات الحرارة، وإحساسنا كمان بارتفاع نسب الرطوبة وتكون الشبورة المائية. حركة الملاحة البحرية كمان على البحرين مرتبطة بسرعات الرياح الهادية دي، وبالتالي حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط معتدلة تماما، وارتفاعات الأمواج هناك على أقصى تقدير هتكون 2 متر، وده طبعا بيخليها مؤهلة تماما لكافة عمل الصيد والملاحة البحرية. طب دكتور، يعني بالنسبة للأمطار الخفيفة إلى متوسطة بتصل في بعض الأحيان إلى أمطار رعدية وسيول في الجنوب تحديدا في بعض المناطق، حابين نطمن أكتر في حلايب وشلاتين. بالفعل احنا من بداية الأسبوع الحالي طبعا كنا نوهنا على فرص أمطار بتكون من خفيفة المتوسطة ورعدية أحيانا، بتاتي امتداد للأمطار الغزيرة اللي موجودة في شمال السودان وبتبدأ تتحرك شمالا لحد ما تدخل لحدودنا الجنوبية المصرية. هي لا تقارن طبعا بكميات الأمطار اللي شهدتها مناطق جنوب مصر الفترة الأخيرة،
لكنها موجودة حتى اليوم، مستمر معنا اليوم كمان فرص الأمطار من خفيفة المتوسطة، وممكن تبقى رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب، مناطق من محافظة الوادي الجديد، أبو سمبل، حلايب، شلاتين. الأمطار دي طالما رعدية مع الطبيعة الصحراوية والرملية في المناطق دي، بيكون في هواء هابط بقوة جديدة من أسفل هذه السحب، بيؤدي بالفعل لإثارة للرمال والأتربة. يعني ممكن هناك قبل تساقط الأمطار مباشرة نلاقي بعض هبات الرياح القوية جدا اللي بتؤدي لإثارة الرمال والأتربة، بتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك على الطرق في المناطق الجنوبية دي، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى اقتلاع بعض لوحات الإعلانات المعدنية. كل ده طبعا بننوه وبنأكد عليه وبنأكد على المواطنين هناك بتوخي الحذر التام، تجنب الوقوف تحت لوحات الإعلانات المعدنية أو ملامسة أعمدة الإمارة أو أكشاك الكهرباء. السائقين على الطرق توخي الحذر التام من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء إثارة الرمال والأتربة. في حالة أن أنا ماشي على طريق ولقيت حصل هبة قوية للرياح، حصل إثارة قوية للرياح قللت الرؤية، طبعا لازم اركن واستنى، لان ده بتكون مدته مش طويله. يعني صحيح. في الحاله دي الرمال والاتربه المصاره هناك مش بتقعد فتره طويله، وبتبدا الى اجواء تعود مره اخرى للهدوء، وربنا يسلم الجميع ان شاء الله. يا رب ربنا يسلم الجميع بالنصائح المهمه اللي حضرتك توجهت بيها لمشاهدينا. بنختم معاك مداخلتنا، وان شاء الله زي ما حضرتك قلت يعني خلال الايام اللي جايه تعود مره اخرى درجات الحراره لمعدلاتها الطبيعيه. دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في محافظات مصر المختلفه. نبدا من القاهره، العظمى بتسجل فيها 36، الصغرى 27، العاصمة الإدارية العظمى 37، الصغرى 26، اسكندرية 33، 23، العالمين الجديدة 32، 23، مطروح 31، 24، دمياط 33، 26، محافظة بورسعيد العظمى فيها 33 والصغرى 27، أما الإسماعيلية 37، 26. نروح مع حضراتكم للسويس، العظمى فيها 36، الصغرى 26، العريش 34 24، كاترين 32 18، طابة 37 28، حلايب 36 31، شلاتين 38 31، شرم الشيخ 40 والصغرى 29، والغردقة 41 والصغرى 30. أما الفيوم فالعظمى بتسجل فيها 37 والصغرى 25، بني سويف 38 25، الوادي الجديد 43 27، أسيوط 40 26، سوهاج 42 26، قنا 42 28، الأقصر 44 29، وأسوان بتسجل أعلى درجة حرارة على مستوى محافظات الجمهورية، العظمى فيها 45 والصغرى 30. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ونعود مرة تانية لمحمد الشاذلي. اتفضل يا محمد. شكرا ليك يا محمد.